السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة الصف الأول الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هنحل أول درس من تدريبات كتاب المعاصر. الأول بإذن الله هندي نبذة سريعة عن الفوكابس اللي موجودة في الوحدة. الوحدة بتتكلم عن coming home. طيب حبايبي ونقرأ الفوكابس، يلا بينا. عندنا كلمة daily. daily معناها يوميا او بشكل يومي، everyday. ممكن اقول my daily routine، يعني استعمله كadjective يبقى daily routine. وممكن ان انا اقول مثلا we are open daily، يعني احنا فاتحين يوميا، يبقى في الحالة دي هو adverb، ظرف. الظرف يا حبايبي بيوصف الverb او الصفة، انما الadjective معروف انها بتوصف الاسم. كلمة روتين حاجة بتعمليها كل يوم بشكل متكرر، نفس الحاجة، زي مثلا بتروحي المدرسة كل يوم، بتروحي الاسكندرية كل صيف، المهم ان هو روتين. صفعة يعني كنبة، ممكن more than two or three persons sit on، ممكن اكتر من شخصين او ثلاثة يقعدوا عليها. تكست معناها يرسل رسالة نصية لشخص. والتكست بوك يعني كتاب الشرح. way طريق، وبيجي معاها دايما حرف الجر on، اقولك on my way to work. طيب كمان way بتيجي بمعنى طريقة، لما اقول in many ways، بطرق عديدة او بعدة طرق. عندنا كلمة activity معناها نشاط. طب ايه يا ميسي الاختصارات اللي جنب الwords ديت؟ دي حبايبي ان اختصار لكلمة noun، يعني ده اسم. وهنا اختصار لادفرب يعني حال او ظرف بيوصف الفعل. وادجكتيف اختصار لكلمه ادجكتيف اللي هي صفه، فيرب نوعها فيرب ومعناها يرسل رساله نصيه لشخص على الموبايل. البلوك اوف فلاتس هي عماره سكنيه، عباره عن بيلدينج، مبنى كبير بيضم مجموعه من الشقق فيه. انترفيو مقابله شخصيه، which للاختيار، hospital، coffee، guess، sport، school day، prefer، bread، student، parents، bakers. قلنا الأبوستروف اس، يبقى انا بتكلم عن المكان مش بتكلم عن البيكر. طيب هو قال لي equal ايه؟ equal بتساوي كلمة bakery اللي هو المخبز او المكان اللي بيتباع فيه البريد. bed يعني سرير. cook يطبخ او طباخ. listen درس او حصة. weekend عطلة نهاية الاسبوع. person شخص. school work واجب مدرسي زي الهومورك كده. school work بعمله في المدرسة، غير الهومورك بعمله في البيت. partner شريك، يعني مثلا لو في عندنا project او حاجة بنعملها في المدرسة، مشروع ولا حاجة، ممكن we work in pairs او in groups. يعني ايه؟ ممكن نشتغل اتنين اتنين، ده معنى كلمة in pairs. وممكن نشتغل in groups في مجموعات. فاللي بيبقى شغال معايا في نفس الحاجة اسمه partner يعني شريك. country يعني دولة او بلد. وthe country لو حطيت هنا the يبقى اقصد بيها الريف اللي هو الكونتري سايد. جايب لك الوجبات breakfast ولانش ودينر. طيب اللي بين الوجبات اسمه ايه؟ اسمه snacks، يعني وجبات سريعة بنقول عليها ايه؟ تصبيرة كده. طيب عندنا كلمة بلوج مدونة على الانترنت. وفوتو يعني صورة. people start free time computer games fun hobby. دي الكلمات الموجودة في بيج 1. تعالوا ندخل على البيج اللي جنبها. school subjects chess break exams interests. interests شبه hobbies كده، الاهتمامات هواياتك انت تحب تعملي ايه. somewhere في مكان ما. cousins اولاد عم، خال، عمة، خال. sleeping النوم. طيب read هناخد دلوقتي تصريفات الافعال. احنا دلوقتي عشان نحفظ تصريفات الافعال دي حبايبي عندنا طريقة ممكن ان احنا نثبت بيها المعلومة في دماغنا، لان هي ما شاء الله افعال كتير. فاحنا ممكن نجمع كل الافعال اللي على وزن واحد وبعدين نقولهم في ايه؟ في شكل اغنيه.
ازاي؟ لو احنا مثلا قلنا read read read, come came come, buy bought bought, get up got up got up, make made made, leave left left, spend spent spent, sit sat sat, take took taken. ماشي. طيب احنا عندنا كلمة boat على وزن coat, هتلاقي كل الحاجات كل الفيربس اللي التصريف التاني والتالت بتاعها شبه ده كده, يعني في جي اتش تي في الاخر. ممكن نعمل ورقة نذاكر فيها ونحط فيها كل الحاجات اللي ايه اللي شبه بعض. طيب هنا الورد والابوزيت عشان ممكن يجي في الامتحان يقولك عكس كلمة كذا ايه, فممكن في ناس تبقاش عارفة يعني ايه ابوزيت اصلا. ابوزيت يعني مقابل او عكس الكلمة. late early the same as different to or from important unimportant. عندنا في on دي حبايبي ال un ده بقول عليه prefix بيتحط قدام او اول الكلمة عشان يغير معناها او يغير part of speech, يغير نوع الكلمة. هنا بقى definition ده حلو قوي. ده ايه فايدته بقى حبايبي؟ ده علشان ما يكون عندنا كلمة زي دي كده بيجيب لنا دي كده الوصف دوت ويحط لنا كذا كلمة من دول في الاختيارات, ومن خلال الوصف ده انا هختار الكلمة المناسبة. يعني مثلا هنا بيقول لي a tall building with more than one floor, مبنى عالي في اكتر من دور, with flats for people to live in, وكمان في شقق عشان الناس تعيش فيها. يبقى هنا يقصد ايه؟ الروتين ولا الانترفيو ولا البلوك اوف فلاتس؟ يقصد بلوك اوف فلاتس, يعني عمارة سكنية. برافو عليك. بعد كده عندنا كلمة interview, هي formal meeting and which someone asks you questions about yourself and your life. المهم هناخد اول جزئية اللي هي formal meeting, يعني اجتماع رسمي. كلمة routine يعني عمل متكرر. Your usual way of doing things, especially when you do them in a fixed order at the same time. حضرتك بتعمليها في نفس الوقت كل يوم بنفس الترتيب. ده معنى كلمة روتين. بعد كده هنيجي نبص هنا في عندي حاجة اسمها collocations أو مصاحبات لغوية. يعني مثلا الكلمة دي تيجي مع ده, play تيجي مع دول, have مع الكلمات دي. طب ينفع have تيجي مع اللي فوق؟ ما ينفعش. عشان كده في السؤال بتاع صحح الغلطة ممكن يجيب لي فعل مش ماشي مع اللي بعده فتبقى ديت الغلطة. طب احنا هنعرفها منين يا ميس؟ من خلال الكولوكيشن هنحفظ الحاجات دي. يعني مثلا هنا read on the sofa, play chess, play computer games, have breakfast lunch dinner, have a routine, have coffee, have fun, make breakfast, make dinner, text friends, do activities. دي بقى دو بتيجي مع مين؟ مع الاكتيفيتيز, homework, the same things, exercise, sport. طيب كلمة take the patch, the bus, يعني يستقل الاتوبيس. spend time, يقضي وقت, with spend money, ينفق مال, والاتنين يجي وراهم verb ing. هنا يا حبايبي يجي وراهم فعل اخره ing. كده تبقى الكلمات خلصت. يلا حبايبي هتنقل دلوقتي على حل الأسئلة. الأسئلة الأولانية تشوز, هنقول أول حاجة can you, وفي هنا space, my mother for me because my phone is not working. ممكن تبعت رسالة نصية لمامتي عشان تليفوني مش شغال. يبقى على طول هنختار مين؟ هنختار text. برافو عليك. come and sit on this, تعال اقعد على ايه؟ على الكرسي. stand, قال لك four people can sit on it, في اربعة ممكن يقعدوا عليه. ينفع هنا اربعة يقعدوا على كرسي واحد؟ مش هينفع كده, ممكن يدلوا. فعندنا كلمة ايه؟ كلمة صفة. صفة يعني ايه؟ كنبة. I go to the baker's with my mother, بروح عند الايه؟ المخبز مع مامتي. we always, ايوه طالما always يا جماعة دايما, يبقى احنا الحاجة دي بنعملها ايه؟ daily,
بنعملها daily. We do the same thing every day when we are on holiday because my family likes to have the same thing every day. نفس الحاجة كل يوم. يبقى ده كان ايه؟ ده الروتين. Today is نقط is with my best friend شريفة and her family. Today is ايه؟ Today is interview. المقابلة النهاردة كانت مع صديقتي شريفة وأسرتها. I live in a نقط of flats. لسه قليل من شوية block of flats يعني عمارة سكنية. الجملة اللي بعد كده عندنا my mom always في هنا نقط my breakfast يعني ايه يعد الافطار ها makes me برافو عليكم makes my breakfast. They don't like football ما بيحبوش الفوتبول. زي نقط تنس بيفضلوا التنس يعني ايه بيفضل تنس يعني prefer. My father goes to work early بابا بيروح الشغل مبكرا. So he not home before we get up. هو يغادر المنزل قبل ما نصحى. يعني ايه يغادر؟ برافو يعني leaves. I always sit next to the same person in my not at school. In my lessons. في الدروس بتاعتي او في الحصص بتاعتي بقعد جنب نفس الشخص. This not sells delicious bread. مين اللي بيبيع الخبز يا جماعة؟ البيكرز اللي هو الايه؟ المخبز. Cooking food is one of my خبز طبخ الطعام is one of my interests. واحد من اهتماماتي. بعد كده عندنا Saturday. Saturday اللي هو Saturdays يعني ايام السبت. كأني بقول every Saturday. طب ايام الاسبوع يجي قبلها حرف الجر ايه حبايبي؟ حرف الجر on. My mother wants me to not her with the housework. عندنا كلمة help with. Help somebody with يعني يساعد شخص في عمل شيء. Selma always not to school early. احنا عندنا كلمة get to بتساوي arrive. تمام يا حبايبي؟ فاحنا عندنا هنا كلمة gets to معناها يصل إلى. بكده نبقى خلصنا حل الاكسرسايز اللي موجود على الفوكابس. ان شاء الله في فيديو تاني هنشرح الجرامر وبرضو نحل الكويستشن عليه. بعد كده هنتعلم ازاي نعمل paragraph of 90 words. استنوني الحلقة الجاية. كانت معاكم فاطمة البنا. اتمنى تكونوا فهمتوا. اي حد عنده مشكلة او مش فاهم حاجة وعايز نعيدها يكتب لي في التعليقات. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.